آخر احتفلت كلية قطار لعلوم الطيران بتخريج دفعة جديدة من طلابها، وذلك بحضور ورعاية سعادة السيد جاسم بن سيف الصليطي وزير المواصلات والاتصالات، بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء والسفراء ومدراء الهيئة العامة للطيران المدني وذوي الطلاب. انقضت أعوام الدراسة وحطت الطائرة على مدرج النجاح، وتكللت جهود جمعية قطر لعلوم الطيران بتخرجهم برعاية وحضور سعادة السيد جاسم بن سيف الصليطي وزير المواصلات والاتصالات. أبنائي الخريجين، إن الشهادات التي حصلتم عليها تؤهلكم للانتقال إلى مرحلة العمل والمساهمة في دفع عجلة التقدم والتطور لمؤسساتنا الوطنية، وهذه الرحلة تعتبر الأهم لكم ولنا، وحيث نقطف ثمار الجهد والمثابرة متمنين أن تستفيد هذه المؤسسات من مؤهلاتكم وجهودكم. وتخرج نحو 107 طلاب من 6 اختصاصات مختلفة، من شأنهم القيام بمهام تخصصات الطيران في الوقت الذي يشهد فيه قطاع خدمات وسوق الطيران في الدولة تطورا هائلا. سعيد جدا بتخريج كوكبة من القطريين واخواننا واصدقائنا من جميع الدول. هذا رافد اساسي للطيران سواء القطري او طيران بلدهم، ومساهمة دولة قطر الفعالة في افاد مجموعة من الخريجين السنوية. لعلك شفتي ان خلال الخمس سنوات دولة قطر ضخت في السوق الطيران العالم ما يقارب من 2000 الى 2500 وظيفة، و سواء كبار، وهذا نفتخر به ونهديه الى سيدي صاحب السمو امير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. درست في العمل في قطاع الطيران بشكل عام، سواء في المطار او في الهيئه العامه للطيران المدني او كذلك في الخطوط القطريه. الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى، الان احنا قاعدين ننفذ استراتيجيه الكليه بشكل صحيح، وقاعدين نطور الان من المناهج الدراسيه في جميع التخصصات، وايضا في قسم الارصاد الجويه ضفنا مادتين مهمتين اللي هي الرصد الزراعي والرصد الزلزالي، طبعا بالتعاون مع تايوان، هم ناس رائدين في هذا المجال. بالاضافه الى المراقبه الجويه ايضا تم تطوير المحاكي الى 360 درجه، وايضا ودنا هنا الطائرات ان شاء الله بنستلم مجموعه منها في نهايه 2017 بدايه 2018. الشعور اليوم فرحه كبيره، فخوره بنفسي ان انا وصلت لهون هاي المرحله. تخصصي سنتين ونص، تخصص صعب بس وايد حلو. في تحديات يمثل تحدي يعني حق البنات خصوصا في هالمجال، بس وايد يعني وايد فخورة ان انا تخرجت ووصلت هالمرحلة. وعلى هامش حفل التخرج، وقعت كلية قطر لعلوم الطيران اتفاقية مع شركة الدايموند العالمية لشراء أسطول حديث من طائرات الدايموند، الأمر الذي سيؤدي إلى تعزيز جاهزية وكفاءة التدريب في الكلية.